المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أفادت النائبة المجمدة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بأن التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد كان متوقعا، مرجحة أن يتواصل التمديد لمدة 6 أشهر. وأوضحت سامية عبو في تصريح لراديو شمس أن الفصل 80 من الدستور لا ينص على شهر واحد لانتهاء مدة الإجراءات الاستثنائية، وإنما ينص على أنه بعد شهر بإمكان رئيس البرلمان و30 عضوا تقديم طلب للمحكمة الدستورية لإنهاء التمديد، والمحكمة هي من تتعهد بالبت في التمديد من عدمه. وأضافت أنه بغياب المحكمة الدستورية ليس من حق البعض التنديد بالتمديد وفق قولها. وقالت: يجب إصلاح القضاء قبل كل شيء، نريد محاكمات عادلة ومحاسبة المتورطين الذين نهبوا الدولة. معتبرة أن النيابة العمومية تعطل ملفات الفساد وإن وزراء العدل خانوا الأمانة. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم وإلى اللقاء.